لماذا النساء أكثر أهل النار يوم القيامة؟ على الرغم من أن الجنة هي جزاء كل المسلمين الموحدين بالله الذي يعبدونه حق عبادته وفقا لما قاله تعالى في كتابه العزيز في سورة التوبة، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن النساء هن أكثر أهل النار يوم القيامة، وذلك لأنهن يكثرن اللعن ويكفرن العشير. تعرف معنا على إجابة لماذا النساء أكثر أهل النار يوم القيامة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن النساء هن أكثر أهل النار في يوم القيامة. عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. رواه البخاري ومسلم. لماذا؟ عندما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن لماذا النساء سيكن أكثر أهل النار يوم القيامة، قال عليه الصلاة والسلام: لأنكن تكفرن العشير وتكثرن اللعن، ومن صدق منهن فلها الجنة. المسلمون والمسلمات جزاؤهم الجنة. قال الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهن والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. كما قال الله تعالى في آية أخرى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. الجنة هي جزاء كل المسلمين الذين يعبدون الله حق عبادته، والنار جزاء الكافرين الذين يغضبون الله ولا يؤمنون به. وورد عن الرسول أن أكثر أهلها سيكون من النساء بسبب أعمالهن المتمثلة في اللعن والسب وكفر العشير وعدم الاستقامة على الحق.